بعيداً عن أرض الوطن، رحل شيخ المعلقين الرياضيين مؤيد البدري، حيث توفي في أحد مستشفيات الولايات المتحدة عن عمر ناهز 88 عاماً بعد مسيرة مهنية وإنسانية مميزة حافلة بالعطاء. ولد الراحل في العاصمة العراقية بغداد، وبالتحديد في منطقة الأعظمية، عام 1934، ودرس في الثانوية العظمية ببغداد، ثم تخرج من المعهد العالي للتربية الرياضية في جامعة بغداد عام 1957، ولقد حصل على بعثة دراسية إلى الولايات المتحدة، وهنالك نال درجة البكالوريوس ثم الماجستير في العلوم الرياضية. لمع اسمه في عالم الرياضة العراقية عموماً ولعبة كرة القدم خصوصاً، فقد كان لاعباً ثم عمل حكماً، وبعد ذلك توجه إلى التعليق الرياضي ليصبح أول معلق رياضي عراقي. إلى تحقيق جول! هلا هلا الجول الثالث في تشتة تحقيق. إلا أن النقطة الفارقة في حياته المهنية كانت تقديمه لبرنامجه الشهير الرياضة في أسبوع، الذي بثت الحلقة الأولى منه عام 1963، واستمر عرض البرنامج كل يوم الثلاثاء لأكثر من 30 عاماً، حيث كان يغطي الأحداث الرياضية المحلية والعربية والعالمية، فضلاً عن إجراء الحوارات مع المبدعين والمسؤولين في مجال الرياضة. كما تسلم الراحل عدة مناصب في مجال الرياضة والصحافة الرياضية. الراحل مؤيد البدري غادر العراق عام 1993 عند تقاعده من عمله الوظيفي، حيث استقر في قطر، وبعد أن ساءت صحته كثيراً توجه مع عائلته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وظل هناك حتى توفاه الله في غربته الممتدة منذ سنين. فهكذا يرحل اليوم أعلام العراق ومبدعوه في صمت وهدوء.